بعد عام ونصف من غياب الدراسة الحضورية، تفتح مدارس الخفج أبوابها لاستقبال الطلبة وسط استعدادات على قدم وساق لتطبيق الإجراءات الاحترازية الموحدة على جميع مدارس المملكة ضمن بروتوكول وزارتي التعليم والصحة. استعدادات الحمد لله اكتملت بنسبة 100% قبل بداية اليوم الدراسي اليوم الأحد القادم إن شاء الله. عدد مدارسنا في محافظة الخفجي 98 مدرسة بنين وبنات ورياض أطفال. حقيقة أحث أبناء الطلاب على سرعة تلقي اللقاح لمن لم يحصل على اللقاح حتى الآن، وكذلك أحث أولياء الأمور على سرعة تلقي أبنائهم اللقاح. أيضا نؤكد على أبناء الطلاب التقيد بالإجراءات الاحترازية. طبعا حنا نؤكد على أبناء الطلاب التقيد بالإجراءات والأنظمة وفق الضوابط المدرسية لضمان أيضا يعني أن تكون الممارسات صحيحة والسلوكيات بشكل جيد داخل المدرسة باستخدام تقنية الهاتف الجوال. تشكل نسبة الطلاب المحصنين في الخفجي 81%، فيما بلغت نسبة الطالبات المحصنات 87%، ومؤشر الأعداد في ازدياد. تكون البداية بإذن الله يوم الأحد القادم باستقبال الطلاب، ومن خلال نقاط الفرز لأخذ قياس حرارة الطلاب، ثم توجه الطلاب للفصول الدراسية والتي تطبق فيها التباعد بمسافة آمنة كما أوصت وزارة التعليم. وصل عدد الطلاب في الخفجي من جميع المراحل إلى 10,659 طالباً، أما الطالبات فبلغ عددهن 10,218 طالبة. أحمد غالي، الإخبارية، الخفجي.